رايك بالبنود اللي طرحها النظام على جنوب دمشق وتم التعديل عليها؟ نحن كابناء حي التضامن نرفض هاي البنود رفض قاطع. هاي البنود بنود غير واقعيه وغير مقبوله ابدا. يعني بدهم تسليم سلاح، بدهم تسليم مشقين، بدهم يسلموا حالهم متخلفين، حتى عم يطالبوا بالاحتياط بسن 50 ونازل. نحن البنود اللي ارسلها النظام رافضينها جمله وتفصيل طبعا، نحن كفصائل عسكريه. وتركنا المجال يعني لمشايخ البلدات والوجهاء واللجنه السياسيه حقنا للدماء يعني، ولكن نحن نرفض المبادره جمله وتفصيل طبعا. الحقيقة إنه هاي الشروط اللي إجا فيها النظام والمبادرات اللي طرحها هي شروط مزلة ومهينة للمقاتلين والمجاهدين، واللي واضح إنه هي يعني وراء تهجير قسري تمام. ونحن بالنسبة لنا ما عندنا ثقة بالنظام. المبادرة اللي طرحها النظام والمؤلفة من 46 بند نحن بنرفضها بشكل كامل كأهالي حمص بمنطقة جنوب دمشق. أول شغلة نحن ضد تسليم السلاح، ضد تسليم المنشقين، ضد تسليم المتخلفين. يعني نحن كأهالي حمص هون بالمنطقة إذا بده يتم هذا الشيء ممكن مننا ما بيبقى 4-5 هدول الكبار بالعمر، والباقي كله راح يروح على الاحتياط وراح يروح على الجيش. نحن بنرفض هذا الشيء رفضا قاطعا. هاي البنود نحن غير ملتزمين فيها جملة وتفصيلا، ونحن ما بنتخلى عن مبادئ ثورتنا، وهي ثورتنا قائمة بإذن الله والنصر أما الشهادة.